نبارك بنجاحك الأول على محافظة نابلس والثاني على الوطن. كنت أدرس يومي يعني إنه كل يوم أرجع أدرس الإشي اللي أخذه بس هيك يعني، وإنه ما كنت أتوتر بالمرة. الحمد لله أنا حافظة كتاب الله وهذا الإشي كتير ساعدني، لأنه زي ما بقولوا اللي بيحفظ كتاب الله الله بيحفظه، والحمد لله يعني أعطاني قدرة للحفظ وإن المعلومات تكون تثبت عندي بزيادة. كان لهم كتير دور كبير بموضوع التوجيه، كانوا كتير يشجعوني إذا أنا كنت أتعب مثلا، هم يقولوا لا أنت بتقدري، والحمد لله جبت المعدل اللي كانوا يدعوا لي إنه أجيبه. بصراحة كنت متوقعة هيك 99 وأعلى يعني. تلقيت النتيجة أول إشي وصلتني أنا، فحكيت لهم كنت بس بدور على ماما يعني بدي أقولها إنه هي وبابا إنه بنتيجة، علشان إنه أبشرهم وإنه يعني جد التعب ما راح الفاضي. الحمد لله بهدي نجاحي لسيدي حبيبي الله يرحمه الأستاذ نايف الحاج حماد، وبهدي كمان للأسير خالي يحيى الحاج حماد، وكمان لعائلتي وللناس اللي بحبوني، وكمان أكيد بهدي لنفسي. بشكر المدرسة مدرسة الفاطمية، وبشكر كل المعلمات اللي موجودين فيها، بشكر المديرة إيمان علي أكيد، وكل الناس اللي بتمنوا لي الخير، وإذا نسيت حدا سامحوني يعني، بس إنه أكيد ما بنسى خالته هنا، هي اللي كانت معلمتي يعني، وكمان بهديها هي النجاح لأنه كان لها دور كبير يعني بهذا المعدل. ماي الفرحة بعانيها اهديها نجاحك.